السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بلعبة تراكرز اوف روبي 3 لاجهزه الايفون والاندرويد ورابط تحميلها بتلاقوه بصندوق الوصف. طبعا يا جماعه في كثير تعليقات عم تجيني بخصوص اللعبه، انه يا احمد ليش ما بتنزلنا اخبار جديده؟ هل في تحديثات جديده؟ هل في اضافات جديده؟ ليش المطورين لحد الان ما رجعوا كذا؟ يعني في كثير ناس عم يسالوني هيك اسئله بخصوص اللعبه. فمثل ما بتعرفوا انتم، مثل ما عودتكم انا، اذا كان ما في اخبار جديده بخصوص هي اللعبه والالعاب الثانيه فما بنزلكم عليهم اخبار ابدا. ليش؟ لاني يعني ما لي مصلحه اجي انزل لك مقطع لك اخبار جديده واضافات ومدري شو، وتيجي بعدين تدخل على المقطع تلاقي بس مجرد انه عم بقول لك اقتراحات، يعني مثلا اللعبه راح يضيفوا عليها اونلاين، بس ايمت؟ الله العليم، يعني بالايام القادمه. فيعني في هالاسئله هي كثير بتجي يعني، وفي كثير ناس بيعملوا مقاطع عليها صراحه. يعني انا بالنسبه لي بسال كثير مطورين، بقول لهم انه مثلا ايمت راح تضيفوا الاضافه هي، فبقولوا لي انه راح نضيفها بس لحد الان ما مبين. فانا بجي بنزلكم عليها مقطع، يعني ما حلوه برايي، يعني انا برايي ما حلوه هالقصه هي اني انزلكم مقطع بشغلات يعني بس مجرد توقعات، عرفتوا؟ فبس نصاري على اخبار جديده رح ننزلكم مباشره. وطبعا يا جماعه اليوم في عنا رساله من مطورين رح اورجيكم اياها، بس اول شيء صلوا على رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، ولا تنسوا من اللايك واشتراك وتفعيل زر التصاعد تصحكم كل جديد، وبترككم مع المقطع مشاهده ممتعه. مثل ما شايفين قدامكم يا جماعه الخير، في عنا بهي الرساله احد المطورين عم يتشكرنا وبيتشكر المطورين اللي اشتغلوا على اللعبه بشكل كبير، عرفتوا كيف؟ فهون مثل ما شايفين عم بيكتب لنا انه شكرا لك على دعمنا منذ الاصدار التجريبي الاول من لعبتنا، لقد عمل مطورونا بجد مع تراكرز اوف روبي 3 لمده 4 سنوات متواصله. تخيلوا يا جماعه الخير 4 سنوات عم يشتغلوا على اللعبه لحد ما وصلت لحد الثانيه هي بهذا التطور، عرفتوا كيف؟ وقد نجحوا، يعني نجحوا بشكل كثير كبير صراحه. اول ما بلشت اللعبه يعني كانت كثير مختلفه عن هلا، بس في اشياء ناقصه. هذا الشيء ما بيعني انه معناتها انه اللعبه سيئه، فيعني كل شيء له وقته بيصير ان شاء الله. كاتبين تحت: نحن نواصل بذل قصار جهدنا، وسيقوم فريق التطوير لدينا بمشاركه التحديثات معك مره اخرى قريبا. اخيرا لا تنسى تهنئه فريق التطوير. بقول لنا يعني انه في تطويرات جديده، في اخبار جديده، يمكن يرجعوا يشتغلوا على طرق جديده، وكمان يشتغلوا على شاحنات جديده، ويمكن يكون في هلا عندهم على طاوله الشغل يعني او طاوله العمل اللي عم يشتغلوا عليها هلا حاليا، اللي هي تصميم شاحنه الرينو. مثل ما بتعرفوا شاحنه الرينو حكينا عليها انه رح تنضاف، وهلا عم يضيفوها، ويمكن يضيفوا الفولفو، يمكن يضيفوا الافيكو، ويمكن يضيفوا شاحنات ثانيه ما حكوا عليها لحد الان. ومثل ما شفتوا يا جماعه الخير، هي رساله المطورين عم بيشكرونا فيها لنا، وبيشكروا احد المطورين اللي اشتغلوا على اللعبه كمان. فيعني مثل ما شفتوا ما في شيء جديد لحد الان، فقط انه عم بيقولوا لنا انه رح يشتغلوا على اللعبه بشكل اكبر وهي الاشياء هي، وان شاء الله بس ما صار في عليها اخبار جديده كمان رح اخبركم، ما رح اقصر معكم. وبالنسبه للناس رح يسالوني هلا انه وين شاحنات المتابعين، ليش لحد الان ما نزلت لنا عليها حلقه جديده؟ فرح انزلكم عليها يمكن بكره يمكن بعد بكره ان شاء الله. وطبعا بدي استشيركم استشاره، هل بتحبوا ننزل مقطعين شاحنات المتابعين في الاسبوع؟ يعني مثلا حسب الايام بنزلكم يعني حلقتين بالاسبوع عن شاحنات المتابعين، اكتبوا لي رايكم في التعليقات. وتحياتي لكم، ولا تنسوا من اللايك واشتراك وتفعيل زر التصاعد تصحكم كل جديد، وبترككم بامان الله وسلامه.